إذا قاعدة الترانزستور سوف يركب مع الرجل الأخرى للمقاومة 10 كيلو أوم، ثم الإيميتر سوف يركب مع الموجب، لا يجب أن يكون مع الكوليكتور لأن الدائرة لن تعمل معك. مرحبا بكم في حلقة جديدة، أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. في حلقة اليوم سأشارككم دائرة إلكترونية التي تتعلق بالمؤقت الزمني. في أحد الحلقات السابقة قمنا ببناء مثل هذه الدائرة التي سوف نراها اليوم، لكن تلك الدائرة كانت تعمل بالأوف ديلي، أي تقوم بحساب الوقت ثم تقف الأجهزة المرتبطة بها. أما التي سوف نراها اليوم فستكون عكس ذلك، أي تقوم بتشغيلها ثم تنتظر لمدة ثواني أو دقيقة أو على حسب الوقت الذي قمت بضبطه، ثم يشتغل الجهاز المرتبط معها. إذن هذه الدائرة التي سوف نراها اليوم تسمى بالأون ديلي. ده كل هذا سوف نراه بعد هذا الفاصل القصير. بداية نحن بحاجة إلى IC555، إن لم تكن تعرف ما هو هذا الـ IC سوف أضع لك فيديو في أسفل الوصف يشرح هذا الـ IC جيدا. سوف أركب التغذية، إذن الموجب بالسلك الأحمر والسالب بالسلك الأزرق، ثم الرجل الأربعة أيضا سوف تكون مع الموجب أو الرجل الثمانية. سنحتاج إلى ترانزستور من NPN 1913 أو BC547، إذن سوف أركب الإيميتر إيميتر ترانزستور مع البين رقم واحد في الـ IC، ثم سوف أركب الكوليكتور مع البين رقم 2 دي الـ IC، ثم سوف نحتاج إلى مقاومة 10 كيلو أوم سوف تركب في البين رقم 2 مع الموجب. ثم سوف نحتاج إلى مقاومة 470 كيلو أوم، أنا لا أتوفر عليها لذلك سوف أستعمل المقاومات 680 مقسومة على 680 كيلو أوم زائد 100 كيلو أوم كي أحصل على 420 كيلو تقريبا. إذن هذا يسمى بقانون المقاومات. سوف نحتاج إلى 1 كيلو أوم، هذه ستركب مع قاعدة الترانزستور مع السالب، ثم 220 أوم سوف أركبها في البين رقم 4، هذا لأنني أحتاج إلى الموجب، وسأركب هذا الليد بحيث عندما يعمل الـ IC تشغل هذه الليد. ثم سوف أحتاج إلى مكتف 1 مايكروفاراد، ليس بشرط أن تكون الفولتية مرتفعة. إذن سوف يركب مع قاعدة الترانزستور، إذن سالب المكتف سوف يكون مع قاعدة الترانزستور والموجب مع الموجب للباور. إذا سوف نحتاج إلى 1 كيلو أوم، سوف تركب في البين رقم 7 أو البين رقم 6، لا يهم إن كان 7 أو 6 لأنني سوف أركب جامبر بين البين رقم 7 والبين رقم 6. ثم سوف أركب هذا الجامبر لأنني سوف أركب هذه المقاومة المتغيرة 1 ميجا أوم. إذن سوف أقوم بجمع البين الوسط للمقاومة المتغيرة مع البين الأول، وسوف أربطه مع المقاومة 1 كيلو أوم، والرجل الثالثة للمقاومة المتغيرة سوف يكون مع الموجب. ثم سوف نحتاج إلى 10 كيلو أوم، إذن سوف تركب في الأوتبوت البين رقم 3 للـ IC555،
سنحتاج إلى ترانزستور من نوع 9012 NPNP عفوا PNP. إذن قاعدة الترانزستور سوف يركب مع الرجل الأخرى للمقاومة 10 كيلو أوم. ثم الإيميتر سوف يركب مع الموجب، لا يجب أن يكون مع الكوليكتور لأن الدائرة لن تعمل معك، يجب أن يكون الموجب مع الإيميتر. ثم سوف نركب المقاومة 220 أوم في الكوليكتور. ثم الليد الأخضر مع المقاومة 120 أوم. الليد الأخضر هو الذي سوف نتحكم فيه في التوقيت. ثم سوف أخذ بين من الرجل 7، سوف أركب هذا الجامبر في الرجل 7 ثم الجامبر الآخر مع الموجب لكي أركب المكتف 100 مايكرو فارد الفولتية لتهم. إذن سالب المكتف مع السالب والموجب مع البين رقم 6 أو 7. إذن سوف أركب التغذية الآن. إذا لاحظوا معي اشتغل الليد الأحمر أولا ثم اشتغل الأخضر. إذا الآن سوف أتحكم في التوقيت، لاحظوا معي سوف يمر بعض الثواني ثم يشتغل الليد الأخضر. إذا كما تشاهدون، إذا سوف أركب هذا الريلي لكي نتحكم في الأحمال الكبيرة، أحمال 220 فولت مثلا. إذا الموجب مع الموجب والسالب مع السالب والسلك الأصفر يعتبر السيجنال سوف يركب مع كوليكتور الترانزستور قبل المقاومة. إذا لاحظوا معي سوف يتمر 4 ثواني ثم يشغل الليد الأخضر والريلي. إذا لدي هذا مصباح 12 فولت. يسحب تقريبا 300 ميلي أمبير. لذلك سوف أقوم بوضعه في الريلي. والتغذية سوف تكون له نفس تغذية الدائرة. لا أريد تركيبه في مع الكوليكتور عفوا، لا، لأن السحب يسحب أمبير عالي جدا. إذن الدائرة بسيطة، موجب على المصباح والسالب سوف أتحكم فيه عن طريق الريلي. إذن سوف أدخل إلى العداد في الهاتف وسوف أدعوكم مع التجربة. إذا لاحظوا معي 11 ثانية. إذن 54 ثانية تقريبا، تبقت 6 دقائق عفوا 6 ثواني من أجل تكملة الدقيقة. الآن أظن سوف يكمل 1.5 دقيقة. لأنني قمت بتطوير المقاومة المتغيرة بشكل أقصى إلى حد أقصى.
دن تجاوز الدقيقة ونصف تقريبا، دقيقة واثنان وخمسون. دن سوف أقوم بتقليل المقاومة. دن سوف تشتغل على الفور. إذا هذا كل من لدينا في هذا الفيديو، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى فيديو مقبل إن شاء الله.